تلاميذ سنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار فصل أول في مادة الرياضيات النموذج الثاني، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، فكك الأعداد الآتية. إذا لدينا أعداد سنقوم بفكها: 430 705 217 506. تفكيك بالجمع، تفكيك بالضرب. إذا نبدأ بالتفكيك بالجمع، 430 لدينا رقم الوحدات، رقم العشرات، ورقم المئات. نبدأ دائما برقم المئات، 400. إذا 400، 13 + 30 + 0 وحدات. كان 400 400 13 30 0 وحدات. نفس الطريقة، وحدات عشرات مئات، نبدأ بالمئات، 700 700 10 لا يوجد، وخمسة وحدات، 430 705. بالنسبة للتفكيك بالجمع نفس الشيء، وحدات عشرات مئات، لدينا 200 111 7 وحدات. 200 2 ضرب 100، 110 1 ضرب 10 و7 وحدات. إذا نلقى 217 = 2 ضرب 100 + 1 ضرب 10 + 7. هنا 10 207، 217. 506 وحدات عشرات مئات. 500 10 صفر لا يوجد، وستة وحدات. 506 506. ننتقل إلى التمرين الثاني. أكمل الفراغ بما يناسب. إذا لدينا الفراغ نكمله: 3000 كم تساوي من سنتيلتر؟ 6000 سنتيلتر كم تساوي من لتر؟ 3 لتر و30 سنتيلتر كم تساوي من سنتيلتر؟ 20 سنتيمتر كم تساوي من مليمتر؟ 87 ديسيمتر كم تساوي من سنتيمتر؟ و900 سنتيمتر كم تساوي من المتر؟ دائما نستعمل الجدول. إذا لدينا جدول نكتب فيه جدول ساعات، إذا نبدأ بالمليلتر، ثم لدينا السنتيلتر، لدينا الديسيلتر، ثم لدينا اللتر. مليلتر، سنتيلتر، ديسيلتر، لتر. ثم لدينا ديكالتر، هكتو لتر. إذن هذا هو جدول الساعات، دائما نستعمله من أجل التحويل. إذا نبدأ، كم لدينا؟ لدينا 3 لترين، لترين، 3 لترين، نكتب لتر، نحدد المنزلة لتر، ثم نكتب 3. كم تساوي من سنتيلتر؟ ها هي سنتيلتر، نقطة، نقطة، نضيف أصفار. إذا تساوي سنتيلتر، تساوي 300 سنتيلتر. نأخذ كل ما يوجد على اليسار، 300 سنتيلتر. نواصل، العدد الثاني، 6000 سنتيلتر، سنتيلتر، 6000، صفر، نبدأ بالوحدات، صفر، صفر، ستة. كم تساوي من لترين؟ هي اللترين تساوي 60 لترين. نواصل دائما بنفس الطريقة، ثلاثة لترين و30 سنتيلتر، ثلاثة لترين، لدينا 30 سنتيلتر، 3 لترين 30 سنتيلتر. المطلوب هي كم توجد تساوي من سنتيلتر، سنتيلتر 330 سنتيلتر.
سنتيلتر. هكذا حولنا 3 لتر أصبحت تساوي 300 سنتيلتر، 6000 سنتيلتر تساوي 60 لتر، 3 لتر و 30 سنتيلتر تساوي 330 سنتيلتر. الجهة المقابلة لدينا المتر، إذن دائما مع الجدول، لكن جدول أطوال. إذا نصنع جدول الأطوال نفس الطريقة، لدينا المليمتر، لدينا المتر، سنتيمتر، ديسيمتر، ثم المتر، يليه ديكامتر، هكتومتر، فالكيلومتر. بالتحويل لدينا 20 سنتيمتر، نفس الطريقة نبحث عن السنتيمتر، هي سنتيمتر النقطة 20، نكتب 20 بين الوحدات. كم تساوي من المليمتر؟ أين هي المليمتر؟ ها هي المليمتر، نضع نقطة ونضيف صفر. كم تساوي من المليمتر؟ مليمتر تساوي 200 مليمتر. نواصل نفس الطريقة، 87 ديسيمتر، نبحث عن ديسيمتر، 87 كم تساوي من السنتيمتر؟ هي السنتيمتر، نضع نقطة نضيف صفر. سنتيمتر كل ما يوجد على اليسار، سنتيمتر من السنتيمتر ونصعد، إذن 870 سنتيمتر. نواصل تسعمائة سنتيمتر، نبحث عن سنتيمتر، هي نكتب تسعمائة، صفر تسعمائة. كم تساوي من المترين؟ هي مترين تساوي تسعة. دائما نستعين بالجدول، إذن 20 سنتيمتر تساوي 200 مليمتر، 87 ديسيمتر تساوي 870 سنتيمتر، 900 سنتيمتر تساوي 9 متر. التمرين الثالث، رتب هذه المقادير من الأكبر إلى الأصغر. لدينا المقادير 300 سنتيلتر، 305 سنتيلتر، 4 لترين، 45 سنتيلتر، 500 سنتيلتر، و 30 لتر. أرتب من الأكبر، نبدأ من الكبير. دائما نستعمل جدول السياعات. إذا لدينا جدول السياعات، ونبدأ نكتب كل هذه المقادير، نكتبها في الجدول. نبدأ 305 سنتيلتر، نبحث عن سنتيلتر، هيا نكتب 305 من الوحدات، 5 0 3. المقدار الثاني 4 لتر، نبحث عن اللتر، نكتب 4. ثالث 45 سنتيلتر، هي سنتيلتر، نكتب 45 سنتيلتر. نواصل 500 سنتيلتر، نبحث عن سنتيلتر، 500. نواصل 30 لتر، لترين 30. ثم ماذا نفعل؟ كل هذه الخانات الفارغة نملأها بالأصفار، صفر 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 صفر. نبحث عن الترتيب من الأكبر إلى الأصغر. إذا من هو العدد الكبير؟ نقرأ الأرقام 305 400 45 500 3000. إذا العدد الكبير هو، أحسنتم، 3000 من الأكبر. يليه 500 45 400، يليه 500. ثم لدينا 305 445، من الأكبر الكبير هو 400، ثم 300، الأخير الخامس هو
45. المطلوب هو من الأكبر، إذا الأكبر لدينا 3000، ثم الأكبر لدينا 500، ثم الأكبر 400، أكبر 300، والأخير هو 45. إذا لدينا الترتيب ها هو 1 2 3 4 5، نكتبه في الجواب. إذا العدد الكبير هو 30 لتر. الثاني هو 500 سنتيلتر، من الأكبر رتبنا 1 2 ثم 3 4 لترين. رابعا 305 سنتيلتر، رقم الصغير الأخير هو 45 سنتيلتر. إذا الترتيب من الأكبر إلى الصغر يكون كالآتي: 30 لترين، 500 سنتيلترين، 4 لترين، 305 سنتيلتر، 45 سنتيلتر. دائما استعملنا جدول السعات، كتبنا كل هذه المقادير في جدول السعات، أضفنا الأصفار ثم رتبنا التنازلي من الأكبر إلى الأصغر. نلتقي إلى التمرين الرابع. ضع تساوي أكبر أصغر مكان النقط، لدينا نقطة نقطة نقطة، إذا نضع إما أكبر أصغر أو يساوي. لدينا 420 160 زائد 253، نحسب هذا المجموع كم يساوي: 160 زائد 253، 0 زائد 3 3، 6 زائد 5 يساوي 11، 1 زائد 2 3 4، إذا يساوي 413. بدينا 420 413، أحسنتم، 420 أكبر من 413. ثانية 1000 زائد 600 زائد 20 زائد 9، 1000 هذا التفكيك عدد مفكك، 1629 يساوي 1629، ومن هنا لدينا 1629، أحسنتم، تساوي. نواصل 421 زائد 100، أحسنتم، تساوي 521. من هنا لدينا 836 زائد 200، نجري العملية عمودية، زائد 200 نتحصل على 6 3 8 زائد 2 تساوي 10، إذا لدينا 1036، إذا 500 أصغر من 1036. إذا 1000 زائد 600 زائد 20 زائد 9 تساوي 1629، 420 أكبر من 413، بعدما حسبنا المجموع، وهنا لدينا 521 أصغر من 1036. ننتقل إلى التمرين الخامس. أرسم قطعة مستقيمة AB طولها 10 سنتيمتر واحدا، ثم عين النقطة M منتصف القطعة AB، ثم أرسم مستقيما عموديا على القطعة AB يمر من النقطة M، عين زاوية قائمة في الشكل. إذا نبدأ دائما، أولا أرسم قطعة مستقيمة، دائما لما يطلب من الرسم قلم الرصاص والمسطرة، إذا أرسم قطعة مستقيمة بالمسطرة، كم طولها؟ 10 سنتيمتر، المسطرة فيها مسطرة فيها 0 1 2، إذا نبدأ من الصفر، من الصفر إلى العشرة، ونرسم قطعة مستقيمة من الصفر إلى العشرة، صفر إلى العشرة، قطعة مستقيمة اسمها AB، إذا لدينا A و B، إذا لدينا نقطة A، هذه نقطة A، هذه نقطة B، وهذه AB هي قطعة مستقيمة طولها بالمسطرة رسمناها
10 سنتيم 0 10 10 سنتيم. اذا رسمنا قطعه مستقيمه طولها 10 سنتيمتر، اسمها هذه القطعه اسمها ا ب. انتهينا من الاول. ثانيا ما هو المطلوب؟ المطلوب هو عين النقطه ام. اذا يجب ان نعين النقطه، نقطه اسمها ام. اين تقع هذه النقطه؟ منتصف القطعه ا ب. ها هي القطعه ا ب، نبحث عن منتصف. منتصف معناها النصف. اذا نصف 10 هو، احسنتم، نصف 10 هو 5. نصف 10 تساوي 5، لان 5 زائد 5 تساوي 10. اذا نصف 10 هو 5. ام منتصف القطعة ا ب معناه التبعد ب 5 سنتيمتر عن ا او عن ب. نبدا من النقطة ا، 1 2 3 4 5. نضع النقطة، هذه هي النقطة ام. اذا عيننا النقطة ام منتصف القطاع ا ب، معناه التبعد بنفس المسافة من ام الى ا ومن ام الى ب نفس المسافة، تقع في الوسط في النصف. نصف 10 هي 5. اذا ام منتصف القطاع ا ب، في وسط القطعة ا ب. نواصل. المطلوب ايضا هو ارسم مستقيما عموديا على القطعة ا ب. لما يطلب منا رسم مستقيم عمودي نستعمل، احسنتم، الكوس. لما تسمعون عمودي الكوس. اذا ارسم مستقيم عمودي على القطعة ا ب ولكن يمر من النقطة ام. عمودي هكذا، لو رسمنا هذا المستقيم عمودي على القطعة ا ب، كذلك لو رسمنا هنا هكذا عمودي على القطعة ا ب، لكن المطلوب يمر من النقطة ام. معناه يمر من النقطة ام، نذهب عند النقطة ام ونرسم المستقيم. يجب ان يمر من النقطة ام. اذا رسمنا مستقيم عمودي على القطاع ا ب ويمر من النقطة ام. هذه النقطة ام، مستقيم عمودي على القطاع ا ب ويمر من النقطة ام. رابعا المطلوب هو عين زاوية قائمة. الزاوية قائمة هي الزاوية التي تقع بين المستقيمين متعامدين، إذا المستقيم AB والمستقيم متعامد، ها هي الزاوية قائمة. هذه واحدة ممكن أن ترسموا، هذه كذلك زاوية قائمة، هذه كذلك زاوية قائمة، هذه كذلك زاوية قائمة. إذا ها هي الزاوية قائمة. نعيد شرح التمرين. أولا طلبوا منا في التمرين هو رسم قطعة مستقيمة. رسمنا بالمسطرة مستقيم، كم طوله؟ طوله 10 سنتيمتر. بالمسطرة قسناه 10 سنتيمتر، رسمنا مستقيم اسمه AB، عين النقطتين AB. ثم طلبوا منا تعيين النقطة M منتصف القطعة، معناها في وسط القطعة. رسمنا M وسط 10، نصف 10 هي 5، تبعد عن 5 تبعد ب 5 سنتيمتر عن النقطة A. رسمنا النقطة M. ثم طلبوا منا مستقيم عمودي على المستقيم AB، عمودي لكنه يمر من ام، ليس من هنا، اذا يمر من ام. رسمناه. ثم عيننا الزاويه القائمه، ها هي الزاويه القائمه. ممكن تعين زاويه اخرى، لدينا اربع زاويه قائمه، 1 2 3 4. عيننا زاويه قائمه. الوضعيه الادماجيه، إذا نقوم بقراءة الوضعية الإدماجية. كان معك 1000 دينار وزادك أبوك 875 دينار، اشتريت هدية لأمك ثمنها 1225 دينار. سؤال أول، احسب المبلغ الذي جمعته. سؤال ثاني، احسب المبلغ الذي بقي عندك بعد شراء الهدية. إذا كان معك 1000 دينار، أبوك زادك مبلغ 875 دينار، بهذا المبلغ اشتريت هدية لأمك ثمنها 1225 دينار. سؤال أول، أحسب المبلغ الذي جمعته. إذا كان لديك 1000 وزادك أبوك 875، المبلغ الذي صار عندك أو المبلغ الذي جمعته، أحسنتم، عملية الجمع، جمعته معنا عملية الجمع. إذا دائما في الوضعية الإدماجية نكتب هنا الحل
نطاق التعاملي. من هنا الأجوبة من هنا العمليات دائما تكون إجابة على هذا الشكل الحل الأجوبة العمليات. إذا المبلغ الذي جمعته هو المبلغ الذي كان لديك مع المبلغ الذي زاده لك أبوك. إذا نكتب 1000 دينار زائد 875. من هنا عملية أفقية ومن هنا عملية عمودية. نكتب 1000 زائد 875 بالوحدات 5 ثم 7 ثم 8. 0 زائد 5 5. 0 زائد 7 7. 0 زائد 8 8. 1. إذا المبلغ الذي جمعته هو 1875. ثم نجيب عن السؤال. السؤال هو أحسب المبلغ الذي جمعته. الجواب المبلغ الذي جمعته كم يساوي 1875 دينارا. إذا أجبنا على السؤال الأول. ننتقل إلى سؤال ثاني. أحسب المبلغ الذي بقي عندك بعد شراء الهدية. إذا كان أصبح عندك 1875، اشتريت بهذا المبلغ هدية ب 1125. سؤال كم بقي المبلغ الذي بقي؟ بقي أحسنتم دائما عملية الطرح. إذا المبلغ الذي كان لدي 1875، أطرح منه ثمن الهدية 1225 ونحسب النتيجة. العملية دائما عمودية. 1875 ناقص 1225 5 2 2 1 طرح 5 ناقص 5 0 7 ناقص 2 2 نصل إلى 7 2 3 4 5 6 7 5 8 ناقص 2 6 0. إذا وجدنا 650. نجيب عن السؤال. المبلغ الذي بقي عندك المبلغ 2 المبلغ الذي بقي عندي كم بقي عندي؟ أحسنتم 650 دينارا. وكذا أجبنا عن السؤال الثاني. إذا نعيد شرح الوضعية. كان لديك كان معك 1000 دينار. أبوك زادك مبلغ 875. سؤال احسب المبلغ الذي جمعته. إذا من كان لديك أضفنا إليه المبلغ الذي زادك لك أبوك وجدناه 1875. ثم اشتريت بهذا المبلغ هدية كم بقي لك؟ عملية الطرح وجدنا بقي لك 650 دينار. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد. إلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.